الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أن أنت أدب أدب حسود ويننا شيخ أبو هرين كدبنا أرضا ترضى بضان له إيوه ذا مدى حمدو يعني هو نسوق أنه وقت حرطة يتهي ضد وضع رالح إن شاء الله تعالى وحين نشغلني بوحويا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الدينتو لما انتهت نوى إلهي هذا الكيسي هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي لغا سوكوري حالا لي وحكا لاي مبارنة أورنا من لبدا سبين كو قاريني أصل كي نوسعني وين نقارنو إلهي كتاب كيسة هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وركي سيوحي كسرنا هذا إذن وأصل الإسلام وحينو لغارينا كاللبادة إنو تلمامينا وحوهيان سيدا كم مغطى هلكا كان وكتبتي وغدار مدني إلغو أروريي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لحكم دا قودهان مركا ديكتو حادثة ربضا لكن نحر كمركا دور دا عدو وحادث كوبانا بران كرتا وحادق ماها وحادق ماها وأيو الحرب خدعة والحرب خدعة كاتلة هدبا لأن حديث كان سأقول بحل غيبا صحيحين كينو سيدات شاركو صاروري بخارشان شاركو صاروريي أو صدح صحابي كسو صاري إمام مسلمنا صدح شاركو صاروري سيدات شارك سنن كانوا يدو قتاكي دونتا مركا هل حديث بحل غيبا أنا طبان شارك أمار دوريو طبان شارك أتكو صامرتو كو علعلين تنوى وحا علمي غر راسخية مر قراح دي لغوش أغينا دي لو دابي وبدان طاي لكن مركا لغوغو علعلية لغوغو علعلية لغوغو علعلية علمي هو مركو كراسخة وركو كوبا نبي محمد باكولاه الله عليه الصلاة والسلام إذا علمي كوينو اللي دقيستو أما اتكوينو ابن آدم ولا قدرية مجرتو كاللباد واحد كتبتا نقوتا قدون تا مذاهب العلماء تاسي وحي كان سانسا علماء يا غواشو دا يا قدرنتو دا يا أرادو دا كلا قديسان إن أدبراتو مركي هوري وحلقو بسر ربي مذهب في قيامة وحلمي دون رأي قلق راعة لكن مرهدات كتب السنة تيمي رقي رقا هاي ورنان غواشو دا دقو إيمان دوتا ولي العلماء يا مذاهب العلماء تا وحلقا فايدا يا وهر يا وحو ينسعة الصدر إن أدوالالكا مخالف كالله أبتادو يقبلي كرتو مركا درهتو رجالك وويناي مسلمين تا و أحاديث النبي قد دليشنا عليه الصلاة والسلام و أقوال كالقدسان يا أراك لقدسان له و مذاهب الصحابة يا مذاهب التابعين يا مذاهب السلف الصالح أردنا تكون حركة دونتو و علم هذا بلارن و لا بلارن حوقات كفائد دونتو و حكولو كتيرة لأن يرد أنت بدو حتى يمادان و إرادان شيخ تاريخ ده حقا مكاخرنا أنت بدل كتبت أنا مقاشانة كتب التاريخ اللي يراده لابا فنون بي كوررمان إما وحي كوررمان دولة دي ما دحد يدو سيدة يسوب بده شيء أما معركة إيا جهاد لقلو مي كوررمان ولا بدا شيء مي كوررمان أما تاريخ الأمة ومدى تاريخ دي ذا نبطاء وتراجم العلماء وحاو تقدون تنفني كان لحديثة مركة رجال كاسنة كنت حان شيخ وهدى يدين تحيي لكتين وذا مغلي سي مرك الله يدين ترجمة يعني والباء ما عسر قلنا ولا ما عد الله رقمي أما نمك ما تحضها يا قواش الأحمرتي أما حديثنا إن بدنا أركض دونتان حديثك وإحنا واحد هذا هو سبب الورود الحديث مدنا واحد هو سبب إيراد الحديث مدوا النبي ومرك يري عليه الصلاة والسلام سبب كي كانتي إنه ورك يري عضو مدنا وصحابي يا منك دليشنا يي سببتي كانتي إنه حديث كان ده كوريه مرك التاريخ دي دبتا هيدا مسلمين انا هلكم بك دحبرانيسا تراجمتا علماء دا يرقى سنه كقطعن ايات كدحبرانيسا اذا وحن اورن كرا سنه النبي عليه الصلاه والسلام هدا دكت اور الرئيسو دين تدمان تدا برانيسا يدانا اشرح كتابك الله سبحانه وتعالى هديبا
culamadii hore ay safri jirto hal xadiis ama laba xadiis ama hal kitaab ama ay u safri jireen idinka lix kitaab oo safar ay idin yimid lixdii sunanka oo safara ayaa idin yimid marka inaad ka caajistaan ama daashaan waa ceeb warkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid sida oo idinka idin soo safartay oo idin timi haddaa hesheen waxay u baahan tahay inaa aada ugu dhagan nugulaataan aanay idinla cusnaanna kutubta axaadiista ku qoranay sunnada saxiixa ah oo dhan yacni maalan imaam اdahabi fii siyarihi wuxuu ku tilmaamay wajzuhaa 4000 xadiid imaam ibn اlxajar اlcasqalaani fii nukatihi wuxuu ku tilmaamay 4400 xadiid yacni waxa kani waa xadiidkiiyo kugu soo noqnoqonayo u badan yahay ama riwaayaad kale gadisan taasina waxay keensanaysaa inaad raasukhdo inaad si fiican u xadiidku kuu galo oo aad raasukhdo marka waxaan anigu idin leeyahay uun hadday nimco jirto nicmooyinkii ugu waaweynaa iyo safara idin yimi oo ah warkii nebi maxamed in laydin furfuro iyo aqwaashii culammadii salafu saalixiin aad aragto intii yarayda hore aad haysatay uun inaad in badan oo kale ku darsato diinta si dhab u fahamto marka aniga warkaygu wuxuu ku kooban yahay sheekhana waan u ducaynayna waxaan leenaa ilaahay ha ka abaalmariyo sunnadaa uu faafinayo warkii nebi maxamed in dadka la wada gaadhsiiyo iminka war kalaa dadka la gaadhsiiyaaye waa khayr aada u badan xalqiyaba wadaadada halkan idinla jooga warkaalay muxaadaro noo gala inaa marsiin weydaan laakiin sheekhu halkaasuu idinka soo safray inuu lix kitaab oo sunnadii nebi maxameda wax idinka akhriyo inana waxayna saaran markaa inaynu u dhagan nugulaanno oo si fiican u dhegaysanno ardaydana duuduub ahaan waxaan leeyahay dhul kala gedisan baa ka timaadeen dhaqamo kala gedisan baa la timaadeen waa madaahib fiqiyo kala gedisan waa suurtagal inaad soo akhrisateen ama kuwa caqadiyaba oo kala gedisan laakiin halkan waa warkii nebi maxamed waxaa horo dhan waxaan nasakhayaa warka nebi maxamed markaa wuxuu u baahan yahay warkaa nebi maxamed uun inaad dhegta u raariciso oo aad xoog u dhegaysato oo guntamahaagii yaryar ay kaa furmaan وصلى الله على نبينا محمد.